تكبدت دولة الكويت خسائر بمليارات الدولارات عسكريا واقتصاديا نتيجة للغزو العراقي على دولة الكويت عام 1990، إلا أن السواعد الكويتية استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة التغلب على هذه الخسائر وشق الطريق نحو آفاق التنمية في مختلف القطاعات والمرافق الحكومية والخاصة. المزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير الزميل أشرف عجمي. قدرت الأمم المتحدة خسائر الكويت جراء الغزو العراقي عشرات المليارات من الدولارات نظرا للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لكافة المرافق الحيوية وعلى رأسها مرفق النفط، إلا أن الكويت استطاعت خلال فترة ليست بالطويلة التخلص من الآثار الاقتصادية المدمرة التي طالت البلاد. هناك الكثير من العوامل الاقتصادية التي تأثرت فيها البلد في تلك الفترة، لعل أبرزها حرق الآبار النفطية 727 بئر نفطي من أصل 1080 بئر، كلف الدولة بشكل يومي من 90 إلى 120 مليون دولار في اليوم. هذا الرقم ما هو رقم سهل تخسر دولة نفطية تعتمد 95% من مصدر دخلها على النفط. لم تقتصر الخسائر على القطاع النفطي وحسب، بل تعدته إلى قطاعات أخرى كان أبرزها القطاع العقاري الذي شهد تراجعا قويا نظرا للهجرة العكسية التي شهدتها البلاد أبان الغزو، بالإضافة إلى أنها بكافة مخازن السلع الأساسية والغذائية والمؤسسات المالية والشركات التي كانت تعد مصدر دخل كثير من المواطنين. إذا نبي نتكلم أيضا عن قطاع آخر اللي هو قطاع الإعمار أو قطاع العقار، كانت نسبة غير الكويتيين ما قبل الغزو من أصل تعداد السكان 73%، كان مجمل عدد سكان الكويت 2,200,000، 73% تمثل رقم ضخم جدا، وبالتالي عدد كبير من غير الكويتيين لم يعود إلى الكويت مباشرة ما بعد الغزو، وبالتالي هذه كبدت الدولة خسارة مالية نتيجة أن خسرت الدولة قوة شرائية كانت موجودة على أرض الواقع من جانب، وأيضا من جانب آخر أن هذه الفئة كانت الفئة التي تشكل الحجم الأكبر من المستأجرين في السوق العقاري. وعموما فإن موازنة الدولة سجلت خلال الفترة من 1991 إلى 1992 عجزا يفوق 17 مليار دولار، وسرعان ما استطاعت الدولة العودة إلى توازنها، وتزيد ذلك العجز خلال فترة قياسية لم تتعدى 5 سنوات بعد عمل مضني من كافة أبناء الوطن المخلصين.